مساء الخير مساء الخير جورج خليل المخرج عامل لي عم حمي اكيد مثل اللعيبه مثلكم انتم يلي قاعدين ناطين هيك قدام شاشاتكم قدام شاشه الام تي في لحتى تكونوا موجودين ببطوله الانديه العربيه بدي اياكم تكونوا محمسين وعم تشجعوا مثل ما انا موجود مع اللعيبه تاكدوا انه مش بس القصه قصه لعب بس بيشعروا فينا بيشعروا بهالطاقه الايجابيه اللي عندنا اياها لما انا شجعهم لما انتم تشجعون لما تكونوا موجودين وحاضرين مع لبنان بيروت نادي بيروت ونادي الهومنتمان عم بيمثلوا الانديه اللبنانيه بالباسكتبول عم بيمثلوا الرياضه اللبنانيه عم بيمثلوا الشباب اللبناني عم بيمثلوا الاخلاق عم بيمثلوا اللعب الحلو يلي عم بيكون ببطوله الانديه العربيه اللي عم تصير على ارض بيروت بملعب بلديه الشياح يلي اليوم رح يكون فيه مباراه مهمه كثير نادي بيروت كلكم رح تكونوا بيروت رح تكونوا لبنان رح تكونوا مع الشباب اللبناني اللي عم بيلعبوا بشكل كثير منيح كانوا ربحوا مباراه بالبدايه اول مره ربحوها ضد فريق اليمن الاهلي سيداب اليمني عندنا الاتحاد السكندري اللي موجود هون كمان عم يتحدث هون بارود هون الاتحاد السكندري موجود هونيك نعرف هذا الفريق اللي شارك كثير واجه على لبنان نعرف المصريين بكره السله نعرف المصريين بكره القدم وبالرياضه تحيه كثير كبيره لهم ولاهلنا المصريين اللي موجودين وحاضرين بلبنان كمان في كثير عم يشجعون ليلي مصر لبنان بالاندي بطوله الاندي العربيه رح نشرقت مثل العاده رح نكون هيك ولعانين وعم نحضر هالمباراه اللي رح تكون رياضيه وباسكتبول هيك بامتياز معنا سمعة اسماعيل احمد تعرفوا هذا الجبل وهالشب يلي هو مليان باسكتبول ومليان كمان روح رياضية وقديش عطى للسلة العربية أول شيء إذا ما نقول العالمية العربية المصرية واللبنانية كمان اسماعيل أحمد مساء الخير زمان ما شفتك والتقيت فيك تتذكر كنت كيف أنا أولا عايز أرحب بيك وأقول لك إنه رجوعك على الباسكت من خلال الإم تي في ده شيء ممتاز للباسكتبول الناس كلها عرفت الباسكتبول من خلالك في الأول ووجودك كتير ضروري كان في موجود معانا في الباسكت اولا الحمد لله على سلامتك وان شاء الله تفضل مستمر معانا لاخر الكارير بتاعي طول كتير يعني مفوت هيك على الملعب اسماعيل احمد موجود تبع اللبنانيين بيعرفوا الانديه اللبنانيه قديش انت بتعطي هالبوش قديش بتعطي المعنويات قديش حاضر على الملعب بالبطولات بس بدنا نحكي عن الاساس اللي بيتذكر اساسه واللي بيتذكر احنا بنقول اصله وانت انت اصلي وابن اصل تتذكر الاتحاد السكندري لان قلبك موجود مع الاتحاد السكندري شو رايك بالمباراه اليوم اذا تقييم هيك بشكل مختصر الاتحاد السكندري ونادي بيروت يعني ما فيش شك انه الاتحاد السكندري والفرق المصريه مثل فرق شمال افريقيا يعني مثل الجزائر تونس مغرب بيمتازوا باللعب الاجريسيف على الديفنس الفرق اللبنانيه في بعض الاوقات عندها مشاكل مع الديفنس الاجريسيف الجيم كتير متكافئ بعداد انا قلبي مع الاتحاد اكيد لانه الاتحاد يعني لو ما قدرتش اديله بالكارير تابعوا لي كتير بس قلبيا وضمنيا معاه نصك لبناني كمان نص لبناني اكيد علي حيدر حبيبي وفريق بيروت اكيد كلهم اصحابنا بتمنى الاحسن يربح المهم الناس اللي بتحضر باسكت تنبسط بالمباراه لانه هيبقى فيها فنيا بعتقد مستوى عالي من الباسكت بول هنشوف ديفنس هنشوف اوفنس فجيم الناس هتستمتع بيه والاحسن يربح اذا شكرا لك سمعة ثانك يو تاني وحمد الله على سلامتك بنشوف حالنا بنشوف حالنا فيك شكرا رح انتقل لعند جايل خوري اللي عم تكون عم بتشارك على طول بالحضور عم بتشارك بالمقابلات رح نكون مع روني فهد لاعب مهم كثير من لبنان وعطى كثير للمنتخب والانديه اللبنانيه جايل تفضلي هاي روني هاي شفناكم ربحتوا اول جيم بس ما حسينا في كثير تجانس بالفريق، بدك توعدنا اليوم انه رح نشوف وجه نادي بيروت الحقيقي مع العلم انه خصمكم منه فريق هين. اكيد اليوم ان شاء الله بنقدم مستوى احسن، هذا ثاني جيم اوفيشن بنلعبه مع بعض از تيم، في كثير لعيبه جديده اجت على الفريق السنه، بعد في منه الكيمستري منه 100%، رح نجرب قد ما فينا نركز على الديفنس، اليوم فينا نعمل كنترول اكثر شيء على الديفنس مش الاوفنس. اكيد فريق الاتحاد السكندري فريق كثير عريق وكبير وبيعرف وعنده خبره بالمباريات العربيه فرح نجرب قد ما فينا نكون ايد وحده ونلعب على الديفنس من هونيك ننطلق على الجيم فينا نقول انه روني عنده هدف يربح هذه البطوله بما انه بعد ما حلفوا الحظ ولا مره وربحها ان شاء الله ان شاء الله اكيد بعد مرتين وصيف بطوله عربيه ان شاء الله السنه بيكون اللقب لنا هون ثانك يو روني وجود لك ثانك يو لك مساء الخير اليوم مباراة قوية عم تواجهوا فريق بيروت على أرضه ويمكن تكون جيم صدارة خبرنا هل عم تفكروا هلأ بصدارة بمجموعتكم أو عم تفكروا كل جيم بجيم أكيد طبعا لا احنا بنفكر في ماتش بيروت بيروت فريق محترم احنا حفظنا الفرقة كويس واحنا جاهزين للماتش وأكيد طبعا صدارة المجموعة تفرق معانا عشان هنقابل الفرقة الرابع المجموعة الثانية هتبقى أسهل ماتش بالنسبة لنا يعني تقريبا هنبقى في السيمي فاينل على طول بشكل اسهل وبس احنا حاضرين الماتش كويس وان شاء الله الاحسن يكسب الماتش ان شاء الله شكرا لك نرجع لعندك بارود ان شاء
شكرا منيحة منك نرجع لعندك. ايه بارود ايه بارود. رح نكون احنا وياكم بداية ببداية اللقاء اللي عم يسلموا الفريقين على بعض. رئيس الاتحاد عم نشوف رئيس الاتحاد الاسكندري محمد مصلحي عم بيقدم درع تقدير لرئيس نادي بيروت نديم حكيم موجودين باللقاء الحلو على المدرج هون قبل ما تبدا المباراه موجودين مع بعض. بالفعل نحن والفريق المصري الاتحاد السكندري وكل الفرق المصريه اللي شاركت بلبنان وكانت اساس بكمان تطور لعبه كره السله. عاد الكرم اللي عم شوفه حدنا موجود كمان بكل شيء بالبرامج بالفيلم يلي بيفتخر فيه كمان كل لبنان بالافلام بالتمثيل وهلا بالرياضه كمان عادل كرم وكل الحضور يلي موجود بطوله الانديه العربيه اللي عم تتابعها مباشره على الام تي في. مباراه حلوه كثير رح تكون ان شاء الله بين الفريقين. الاتحاد السكندري عم نشوفه قدامنا على الشاشه عم يتحضر ونادي بيروت كمان يلي عم يكون حاضر لحتى بلش المباراة. بالنسبة للفريقين اللي مش موجودين بالجروب A هذا الاتحاد السكندري عم شوف عبد الرحمن صبار خلف احمد جالوي تذكروا جالوي نمبر 55 اللي كان مع النادي الرياضي ببيروت لعب ممتاز لعب سريع لعب ذكي. هلا بتشوفوه هو الاجنبي اليوم هلا موجود بفريق الاتحاد السكندري واجنبي واحد موجود هن اثنين في اوبراين بتعرفوه كمان اللي كان مع نادي الحكمه ما فات بالتشكيله الاساسيه. مارتينيز نمبر 1 3 كروفورد 10 مشرف علي حيدر بياخذ العقله اللاعب نمبر 11 وهانت نمبر 22. هانت المره الماضيه لعب كثير منيح بعد شوي بنقول لكم الستاتستكس اللي كانت كمان قد ايه سجل هانت. مارتينيز بدايه اللقاء مارتينيز هانت بياخذها فوق على العالي مشرف نمبر 10 مارتينيز بيعطي لعلي حيدر بيعطي على اللو بوست لكروفورد. كروفورد على اللو بوست جود ديفنس من الفريق المصري. صباغ رقم 13 المدرب هلا كنا شفناه عمر ابو الخير من اذكى اللاعبين والبوينت جاردز يلي انا لعبت كمان صار لي الفرصه انه العب معه او ضده بمباريات بين مصر ولبنان. مدرب ممتاز كمان مع الاتحاد السكندري. هانت جريت تو بوينتس حلوه لكايل هانت. كايل هانت امريكي من اصل جامايكي لعب بالمكسيك والارجنتين وكندا لاعب عنده خبره كثير كبيره. جالوي ثري بوينتس ما بيحسبها الحكم بيحسبها ثري بوينتس مثل ما صار على اخر 24 على اخر ثانية من 24. مارتينيز يعطي للهانت لعب ارتكاز لكروفورد. كروفورد عم يلعب ياخذها على ثري بوينتس شوطة حلوة كثير لكروفورد خارج السلة. اتحاد اسكندري ميدو نمبر 9 ونمبر 42 اللي بياخذ الشوطة على 3 بوينتس يلي عم شوفه علي احمد يلي كان شاط قبل طب حكم يحسبها اوت لصالح نادي بيروت يلي شايفينه النمبر 42 هذا هون عم شوف لاعب اللي بتعرفوه ال 55 جالوي لعب مع الرياضي كنت عم بحكي عن لعب 42 علي احمد اللي لعب بالكولج بامريكا لعب مهم لعب بالصين لعب بكندا. مارتينيز سكرين من علي حيدر اب سكرين علي حيدر تحت السله جود باس مارتينيز جود باس كمل فيها علي كمل فيها هان بيسجل نقطتين والنتيجه 4-3 لصالح بيروت على الاتحاد السكندري بدايه المباراه والكوارتر الاول بطوله الانديه العربيه حصريا على ام تي في. جالوي على 3 بوينتس بخدها جود ريباوند لكروفورد بيعطي مارتينيز ايه مارتينيز ايه كمل 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 مارتينيز بيعطي على لو بوست لا هانت هانت بفوت وات ا جريت موف يس اكسلنت موف هذا اللي عم شوفه 42
يلي هو علي احمد لاعب كثير مهم مع الاتحاد السكندري. عم نشوف الاعاده، شوفوا كيف يقدر يزمط بالموف يلي عمله، والخطا على 42 علي احمد. باتريك سيبا مع مارتينيز، مدرب بياخذ لعال باتريك سيبا. نقطة محط 5-3 لصالح لبنان. فريق بيروت يلي عم بيلعب بطولة الأندية العربية المباراة الثانية، والمباراة الأولى كان ربح فيها فريق نادي بيروت على سداب من سلطنة عمان. ثاني شوط لكايل هانت والنتيجة 6-3. قدامكم عم نشوف عمرو أبو الخير، مدرب رائع مع الفريق الاتحاد السكندري، كان لاعب بمصر ومنتخب مصر من أهم لاعبين البوينت جارد اللي لعبوا مصر. اكسلنت موف بالشمال بفوت علي احمد اللي عم شوفه. او دي شوفو بدون يضايقوك بالماتش، شوفو باخر الماتش ويجوا على وجهك وما تحطه وين، ما بدي يفكر هيك، ما بدي يفكر هيك. كايل هانت، يس كايل هانت، بوم 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 8-5. ثلاث نقط جالوي، الحكم بيحسب فاول. خلينا نشوف الخطا على مين. نمبر 22، الحكم بيقول اول فاول، خطا على كايل هانت اللاعب الاجنبي بفريق بيروت. جالوي كنتوا شفتوه لعب مع النادي الرياضي بيروت، نادي الرياضي بيروت. كل لاعبين المشاهدين سلام وتحيه لكل الجمهور، لكل اللاعبين والاداره، للخمس مرات ربحوا بطوله الانديه العربيه نادي الرياضي بيروت. بلشوا فيها من 2005 ربحوا اول بطوله. 8-7. مارتينيز بجرب يقرأ، مارتينيز بيعطي علي حيدر، علي حيدر عم يلعب فوق، هو النمبر 4 بوزيشن، طلع لفوق اب سكرين من كايل هانت. حلوه مارتينيز، حلوه، معلش ذاتس فاين، مش مشكله، مهم عم تاخد هالفرصة وعم تفوت. فيري نايس بلوك شوت من فريق بيروت، وكراوفورد بيكمل اول ذا واي على السلة. ريباوند لعلي احمد من الاتحاد السكندري. علي جالوي بيدو نمبر 14، علي بياخد على لو بوست، ميدو بحاول وباس و 24 سكندز طابة ترجع لبيروت اللي بيخدها علي حيدر من برا. في لعب هلا رح تشوفوا هون جمهور يلي اجى اليوم لحتى يشجع فريق بيروت. اول بالاول كنت هيك عم باخذ صوره وانبسطت كثير مع كثير ناس اجوا من النبطيه ليشجعوا بيروت، فسلام لألن ولأل النبطي ولكل يلي جايين اليوم عم بيشجعوا. ايضا بلوك شوت من كراوفورد، عم شوف على الارض لاعب رقم 13 بفريق الاتحاد السكندري احمد الصباغ. في لاعب يلي هو رقم 14 اللي بتشوفوه بعد شوي اسمه احمد خلف. هذا احمد خلف اللي كان هلا عم بيعمل الديفنس على، شوفوا نمبر 14 مواليد 99، وكمان بيقولوا له بيبو وهو بمنتخب مصر وكمان لاعب واعد ومهم كثير مع المنتخب المصري. كايل هانت بياخذها، فيري نايس شوت، شو هاللاعب الحلو كايل هانت عم تشوفوه قدامكم مع نادي بيروت. 10-7، ثلاث نقط للبنان على مصر. نادي بيروت عم يلعب ضد نادي عريق كثير اسمه الاتحاد السكندري، بنعرفه كثير بلبنان ومنتابعه. استتال من فريق بيروت، باص حلو كثير للهاف خلص دان، بوم 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 بوم. فريق بيروت من قلب بيروت ولع، فريق بيروت شرر، تشوف وايت دان، يس هيت علق، تتمرجح هيت مرجع، إذا راحت شو بنعمل فيها؟ إذا راحت فنية شو بنعمل فيها؟ لا معلش صفا مش كثير بتهد. ايه نمبر 8 اللي بياخذ الشوطة على الاتحاد السكندري كمان
حاضرين موجودين بتحسوا ما بيتأسى الفريق ابدا، هيك معنويات عاليه ونفسيا حاضرين. 12-7 كايل هانت على اللو بوست. تود أبراين بس بدي اذكركم اللي بتعرفوه مع الحكمه ما فات بعد ما الاتحاد السكندري، المدرب عمرو ابو الخير ما فوتوا، يعني عم يلعبوا باجنبي واحد عم تشوف هون ميدو نمبر 9 علي احمد نمبر 14 قلت لكم عنه يلي هو بيبو مواليد 99 ولاعب كثير مهم مع منتخب مصر، صغير وطويل اكسلنت باس كثير حلو. التمريره من محمد عبد الرحمن اللي هو كمان ميدو منتخب مصر، يعطي للاعب رقم 14 قلت لكم عنه بيبو. ميدو بيبو كلهم فرجوا كلهم على سلة بفوت مشرف يلي ما بيحط ميدو. علي احمد فيري نايس موف من علي احمد، ريباوند ترجع علي حيدر لكراوفورد. كراوفورد يلي عم يلعب مع نادي بيروت عم شوفه قدامنا، لاعب ممتاز ذكي الكنترول، عم شوفه التريبل يلي عم يعمله بيقطع يعمل فوق يبقى ناطره حلوه حلوه. كيف فيك تاخذها من هالميله؟ كيف فيك تاخذها من هالجهه كراوفورد؟ اسمعني اوت او بيسمعني ولا كانت اوبن شوت، بدنا مش اوبن شوت اوبن يعني يحطها على الميلت الشمال كمل فيها بالمحل الصعب بس اكسلنت موف. كان ناطر كمان على 3 بوينتس علي حيدر، علي حيدر بعده ديفنس عم يلعب شوي شوي بجو المباراه. هيدا كراوفورد تكنيكال فاول وجالوي والبوسيشن راح تكون بالاوت. 12-10 بينزلوا الفرق الاتحاد السكندري. ميدو علي احمد جالوي بيخدها على 2 بوينتس، ريباوند من كراوفورد حلو الديب ريباوند بينزل كراوفورد. تتسجل باسكت وبتنحسب كاونتد. روني فهد عم شوفه مع اللاعبين بيروت، كراوفورد يلي ما بحطها ريباوند لعلي احمد. بنذكر انه مع فريق بيروت الي شمعون، بتمنى لك كل السلامه الي شمعون يلي روح الاكيلي تندون داشيل يلي معروف الوتر من ورا انا عملها العمليه قبل ومروح اجري صعب كثير هيدي العمليه، بتمنى له كل التوفيق. وبنعرف انه كمان كرم مشرف كان اخر واحد مضي تو ساين مع فريق بيروت ولاعب ممتاز عم يكون كمان اكسلنت يس نقطتين 1 بوينت بتسجل لكراوفورد اللي عم تشوفوه قدامكم بلس 2 16-10 بالكوارتر اول كوارتر من المباراه دقيقتين 37 ثانيه. عم نرجع نشوف الاعاده، شوف الكراوفورد بفوت بالشمال بكمل فيها بجوت على يس حلوه من كريس كراوفورد لاعب نادي بيروت. مباراة حلوة كثير عم تشوفوها مباشرة على ام تي في لايف من قلب بيروت ملعب بلدية الشياح اللي عم تشوف فيها بطولة الأندية العربية. يس كراوفورد والنتيجة 17-10 زيتين ونص لنهاية الكوارتر الأول من المباراة. كمان مارتينيز بينزل فيها حلوة من المارتينيز اول ذا واي شو حلوة شوفوا كيف تقطع بخدها ستيل وبيكمل مارتينيز مع انه علي كثير طويل بيكمل فيه وبيفوت بسرعه مارتينيز فيري نايس شوت مارتينيز تايم اوت.
وقت التايم اوت اللي بيخلص، وكان تايم اوت اخذه فريق الاتحاد السكندري، والمباراه والنتيجه 19-10، وعم تلعب على ارض لبنان، ونادي بيروت عم يلعب بشكل حلو ورائع ومتقدم بالنتيجه. شو هالحلا! كايل هانت لحد هلا حاطط 12 بوينتس، كايل هانت السنتر يلي عم يلعب، شو حلوه هالبنتريشن بسرعه كثير لجالوي بنادي الاتحاد السكندري. بتعرفوا مثل ما ذكرنا قبل من اللعب مع النادي الرياضي كراوفورد، بيعطي علي حيدر هذا كل شيء، وبعد علي حيدر ما بلش، ما قلع، رح يقلع لانه لاعب ممتاز. كايل هانت حلو كثير، الطابي ما بيقدر يحطها، مش شايفه الطابي بالاوت. عمرو ابو الخير عم شوفه على يمين الشاشه وعلى شمال باتريك سيبا، المدربين فريق الاتحاد السكندري اقوى من اقوى فرق بالعرب بالباسكت. كايل هانت فيري نايس شوت. كايل هانت لهلا 14 نقطة، اسمعوا منيح منيح، 14 بوينتس كايل هانت من نادي بيروت. لعب لاجل مارتينيز حاطط نقطتين، مارتينيز كريس كراوفورد حاطط 5 نقط من اتحاد سكندري، عبد الرحمن 3 نقط، خلف نقطتين، نقطتين لاحمد و3 نقط ل رامن جالوي. رامن جالوي صار 5 بوينتس مش 3. 21-14 كراوفورد. بيطلع يعمل له سكرين بجميل سله لتحت، كراوفورد بيكمل على السله بياخذها هيك بالفيد اواي شوت لورا بيرجع، يعني بيجسر مش فيد اواي، تجسي ايه عرفتوا هيك بنقول جسر جسر هيك، إيه لا هو جسر وحطها. نقطتين 23-14 50 seconds left لنهايه هود البلوك شوتس 1-1. جالوي بيرجع تحت ساق، كثير عم يلعب حلو جالوي، كثير عم يلعب حلو رامون جالوي، سريع. عمرو ابو الخير 23-16 34 33، هذا الوقت قدامكم. كراوفورد والبارود محمص والنار لفريق بيروت. علي حيدر يخرج على السله حلوه لعلي حيدر، بيوتي فول لعلي حيدر، هيدا اول نقطتين لإله. قلت لكم بس يفوت وياخذ بوزيشن ما بيقدر، جبل، هي از جبل، كيف هيك؟ جبل، هو جبل، سوري مش سوري، ايه محاولة قبل ثانية، جالوي ما بياخذها، قبل بيخلص الوقت قبل ما يشوطها جالوي. الكوارتر الأول بيخلص 25 بيروت، نادي اللبناني بيروت 25-16 نادي الاتحاد السكندري، النادي المصري من اعرع الانديه واهمها يلي كثير نحن بنحبهم وبنحترمهم من لبنان، للجمهور المصري، للرياضه المصريه، لهاللعب الحلو يلي موجود عندهم لكره السله وكل انواع الرياضه. Ladies and gentlemen, we are live on MTV. احنا وياكم ببطولة الأندية العربية اللي عم نتابعها مباشرة وحصريا على MTV. مباراة حلوة كثير للبنان، نادي بيروت عم يلعب مباشرة مع الجمهور الرائع من لبنان عم تشوفوه على المدرجات، ونحن وحماسكم وتشجيعكم وتقربوا هيك على شاشاتكم وتجلسوا هيك كنباياتكم وبتشجعوا لبنان. We need it لحتى نادي اليوم كمان يكون منيح ويكمل هيك نادي بيروت ويتصدر المجموعة. هاي بطولة الأندية العربية هون نمبر 12 رالف عال يلي بيدخل على المباراة. رالف عال لعب مباراة كثير حلوة المرة الماضية، 15 نقطة كان سجل ضد فريق سيداب من سلطنة عمان. الحكم بيحسب فاول كمان خطأ لصالح نادي الاتحاد السكندري، بعتقد على النمبر 1، نمبر 1 اللي هو مارتينيز. جالوي ديفنس منيح من نادي بيروت مع الفريق المصري الاتحاد السكندري على 3 بوينتس، مرتاح على 3 بوينتس. وصل حلوه للنمبر 6 اللي هو هيثم كمال، رقم 6 لاعب منتخب مصر. اوبراين، طاد اوبراين بفوت على الملعب، هلا اثنين اجانب موجودين
براين وجالوي. براين لعب مع نادي الحكمه بتعرفوه، لعب كمان ممتاز بوزيشن نمبر 5. كروفورد بياخذ شوطه، فيري نايس شوت كروفورد. شو عم تعمل؟ بيوتيفول، حلوه. براين على لو بوست، جود ديفنس بهالوقت من ديفيد يلي كمان مضى جديد كان مع النادي الرياضي. ديفيد هو على حدر كانوا مع النادي الرياضي، النادي الرياضي العريق ببطوله الانديه. حلوه كثير لديفيد نمبر 9 شارج. ديفيد يلي كان مثل ما ذكرنا قبل بالنادي الرياضي، هو وعلي حيدر ارتقلوا لنادي بيروت وعم يلعبوا باسم لبنان اليوم بهالماتش. براين بياخذها على 2 بوينت بيسجل. نايس شوت براين نمبر 5. عمرو ابو الخير شو بك؟ شو صار؟ شو طلع؟ رجعوا راسه طلعوا فيا. هلا شو بيعمل؟ علي حيدر دخل اكسلنت باس من علي حيدر. شو زكي هالاسيست، شو هالاسيست زكي، حلو كثير من علي حيدر لديفيد على 3 بوينتس. كراوفورد ما بيحط ريباوند للسكس على هيثم كمال، بياخذها جالوي. كمال يعمل موف ولا احلى من هيك. لعب شفتوا بلش من فوق من الهاي بوست، اعلى شوي على 3 بوينتس، فات وعمل الموف وكمل على السله وسجل نقطتين. 31-23 نتيجه قدامكم عم تشوفوها. علي حيدر، ايه علي، ايه 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 علي حيدر بياخذها على 2 بوينتس ما بيسجل. ريباوند لكمال جالوي اتحاد اسكندري، الطابه معهم. كوارتر الثاني من المباراه، بيروت متقدم على اتحاد اسكندري. بداية كثير حلوة للنادي اللبناني، حلوة حلوة. نمبر 12 رالف عال، شوفوا إعادة رالف، يس حلوة كثير، بيكمل فيها على السلة. ستيليا اللي بيعملها 10 نقط لصالح لبنان على مصر 33-23. سكند كوارتر على 3 بوينتس نمبر 8 بياخذها علي حيدر. ريباوند لكروفورد، كروفورد بيكمل فيها بيزيح والحكم بيحسب فاول. فاول عاصي بيدخل بهالوقت محل مارتينيز. مارتينيز لعب كثير منيح، سريع، عم بحرك الطابه بسرعه، بخلي الفريق كله يلحق. واذا نزل فاست بريك او اذا حرك طابه عم بخلي اللاعبين ما تكون هيك بطيئه اللعبه، فعم بيخلق كيمستري مارتينيز. هلا عال فات كان قبل عاصي نمبر 5 كمان، مباراه كثير حلوه كان لعبها الماتش اللي قبل يلي لعب ضد سيداب وكان ربح فيه فريق بيروت. عاصي يلي بفوت على السجن وبيعطي باس حلو. حكى نشوف شو حسب على البوسيشن بلاوت، بوسيشن لنادي بيروت بتضرب باجر اللاعب المصري والطابه لصالح نادي بيروت. عال تمريره والتيرن اوفر اول ذا واي لاوبراين. اوبراين تقريبا دان بيسجل لاتحاد اسكندري كمان، عم يلعب مباراة حلوة اليوم 25-23. وبراين كمان ما دخل بالأول، ما فات بالتشكيلة الأساسية بس رجع فات وفايت بالجو. كروفر عال عاصي عال على 3 بوينت ما بيسجل. ريباوند لكمال، طابة مصرية لاتحاد اسكندري. الفرق 8 نقط لصالح لبنان على لو بوست. و جود وان جود هاسل عم تكون حلوه باللعب رقم 9 شارل ثابت. بحاول ياخذها على 3 بوينتس، عم يلعب على لو بوست مع انه طويل كمال. 3 بوينتس كمان
للاتحاد السكندري وتايم اوت لباتريك سيبا بيطلبوا لنادي بيروت. عودي نحن وياكم على ام تي في لايف بطولة الاندية العربية ال 31 عم تلعب على ارض لبنان بيروت. اوفنسيف ريباوند عم تشوفوها 10-10 بين الفريقين 33-28 فرق 5 نقط لصالح بيروت. بنتريشن والحكم بيحسب فاول خطا لصالح الفريق اللبناني. على اللعب رقم 5 براين يلي صار مسجل لحد هلا. براين عم تشوفوه قدامكم 5-6 نقط. براين عرفتوه مع نادي الحكمة ولعب وفات هلا من الجو معنه ما فات. برجع بذكر من التشكيلة الأساسية بس لاعب كثير مهم كروفورد. مباراة ممتازة بلش فيها كروفورد سجل 9 نقط والأحلى من هيك عنده 4 ريباوند 1 ستيل. شو هالمباراة الحلوة لكروفورد. هون عم شوف بينزل إيده. شفتوا هذا الفاول خطأ يلي نزل إيده براين وبتنحسب فاول خطا. تسنار 4 ريباوند 1 اسيست. ريباوند لاوبراين. كمان للاعب رقم 8 اللي سجل 3 بوينتس اللي هو شوشا. وشوشا هو من لاعب اتحاد اسكندري ومنتخب مصر لاعب كثير مهم مع المنتخب. كايل هانت راح البارود راح البارود راح 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 ما طارق ما تحكي معي نار. شوفوا هيدي سلي اللي بيزبط فيها. وات ا نايس موف كايل هانت. بوم 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 اخ شي مال فاول فاول لصالح الاتحاد اسكندري. نشوف على مين من بيروت. نمبر 12 رالف عال بيرجع بيدخل. ميدو اللي هو كمان لاعب منتخب مصر. محمد عبد الرحمن يوسف شوشا كمان لاعب منتخب مصر مثل ما ذكرنا عم شوط على الفري ثرو اول وحده بيسجلها شوشا. عنده فرصة ينزل فرق 35-30. الاتحاد السكندري كمان عم يلعب حلو. شو هالكرة السلة الحلوة مع عمر ابو الخير وهالنادي العريق ومصر يلي احتراف بكل شيء اسمه رياضة بمصر. كروفورد اكسلنت باس يا بوهو. شو عم تعمل يا هان؟ تفضلي 22 هان والدنك الثاني بأقل من دقيقة. شو حلوة 37-30 37-30 مقطوعة من الفريق اللبناني نمبر 5 عاصي بكمل فيها عال بجرب يهدي الطابة كروفورد. لا عاصي على 3 بوينت ما بيسجل. ميدو عالم يعمل عليه ديفنس. كمال جالوي وجود ديفنس جود هيلب من الفريق اللبناني في ساعد. شوفوا عم يلعبوا براين بيخدع على النقطتين ما بيسجل. كروفورد 5 ريباوند للكروفورد. شوفوا شو هالباس الحلو فيري سمارت كريس كروفورد كثير حلو الباس. كمان هذه الدم اللي بتوجع هذه من كايل هانت. شو هاللعب الحلو من نادي بيروت. هيدا ناديكم نادي لبنان من قلب لبنان نادي بيروت عم يلعب مباراة حلوة ضد مصر ضد فريق الاتحاد السكندري. كروفورد بياخذها على 2 بوينت ما بيسجل. بيسجل سجل توني روح بتضلك روح توني خليها تطج وبتفوت. بتصير هيك اوقات مستعجل وها فيري نايس لكروفورد يلي صار لهلا 11 نقطة. شوشا لأوبراين على لو بوست ثابت عم يعمل له جود ديفنس فيري نايس ديفنس نايس شوت حلوه من أوبراين. هلا عم شوفوا قدامنا هيدا رقم 5 كان يلعب مع نادي الحكمه
لعيب على ياخذ الجامب شوت من الميد زون حلو كثير شوطه سجل 8 نقط مقطوعه جالوي بيكمل على السله هوند واي دب حلو كثير من رامون جالوي دب قوي كثير كبسه بتحسه يعني هيك فيها انتوا قلتوها فيها سام انا ما قلت شيء جاي فيها سام الكب انا ما حكيت انتوا حكيتوا انتوا عم تفرجوا انا ما بتعتم 39-34 تايم اوت كايل هارت بالوان رجعنا نشوف المباراة بين نادي بيروت ونادي الاتحاد السكندري 41-34 فري ثروز عم نشوفهم الاتحاد 5-5 على الكحل بعد شو بنقول عن ستاتستكس والاحصاءات للنادي الاتحاد السكندري بغير مباريات كانوا كثير منيح 3 فروم 6 للفري ثروز للبنان ما كثير منيح لبيروت يعني لازم يكون الفري ثرو احسن من هيك على القليله اتليست 70% وبراين وعم نشوف قدامنا روني فهد نمبر 7 اللي بفوت على الملعب محل عاصي نمبر 5 هذا روني فهد من اللاعبين المهمين يلي مرقوا بلبنان وبالمنتخب لبنان والانديه اللبنانيه بيلعب بوينت جارد بيلعب 1 بيلعب بوزيشن 2 شوطه حلوه فيري سمارت ذكي واكيد عم يساعد ونادي بيروت عم شوف انه في كمس اليوم شباب من الستاتستكس يلي كمان عم بتساعدنا وعم تكون تيم واحد موجودين بهالمباريات اللي عم تتنقل حصريا على فيش الام تي في وبراين بيسجل 41-36 كروفورد يعطي للعال فيها 35 ثانية لنهاية الشوط الأول من المباراة كريس كروفورد بيعملوا أب سكرين كايل تنقطع منه ستيل والفريق المصري لأوبراين كمان تطلع بعيد شوي أوبراين بيكمل وبيفوت والعقم بيحسبها جول تاندينج محسوب السلة يبرمها بيموف كثير ذكي تاودا براين يلي الحكم بيحسب نقطتين فرق ثلاث نقط لصالح بيروت هيدي اللي عم تشوفها وهي جول تاندينج حكم بيحسب فاول بالدبل تيم اللي انعمل على روني فهد والخطا على اللاعب رقم 9 ميدو روني فهد روني عم بفتش على علي حيدر علي ما كثير بعد فت بجو المباراة بس شوي شوي علي على 3 بوينتس معلش ما بتفوت رجع بجيبها سكند تشانس من الفهد ميس كروفورد حكم ما بيحسبها فاول بتكمل طابي لمصر اتحاد اسكندري ميدو اوبراين نمبر 5 لعب مع الحكمه قبل لا بيلعب مع الاتحاد اسكندري شوشا والسكرين اللي بيعمله نمبر 6 بيرجع بياخذ طابه ميدو على 3 بوينتس قصيره والريباوند فيري نايس ريباوند من نمبر 12 العقل حلو الريباوند عم نشوف هون كمال كيف بكل روح رياضيه مع علي حيدر بتمنى ما يكون صاير معه شيء لعلي حيدر لاعب ممتاز علي حيدر بمنتخب لبنان ومع نادي بيروت كان قبل بتعرفه مع النادي الرياضي وهلا عم بيلعب مع نادي بيروت نقل بالامضاء جديد والتعاقد جديد عمرو ابو الخير مدرب الاتحاد السكندري والمباراه الحماسيه اللي عم تكون ثلاث نقط فرق لنادي بيروت كروفورد طابي معه فوق بعد في 17 سكند 16 قربوا قربوا ايه قربوا قربوا حتى هيك تحمسوا انتم تشوفوا اب سكرين من كايل هارت على ست نقط لروني فهد اوه ديانا 7 6 5 وقت قدامكم براون بيحاول ياخذها على ال 2 بوينت ما بتسجل ما بعرف اذا رح يحسبها الحكم 2 بوينتس اوه كاونتد تنحسب 2 بوينتس بحطها احمد صباغ رقم 13 ونهايه الشوط الاول من المباراه بفرق نقطة واحدة لنادي بيروت
بريك نرجع نتابع احنا وياكم مباشره عبر الام تي في بطوله الانديه العربيه مع الحماس لبنان ضد مصر. مباشرة كلها بشوفونا عبر شاشة الام تي في بطولة الاندية العربية ال 31 على ارض بيروت. هذا المشهد اللي عم نشوف الملعب هو ملعب بلدية الشياح اللي عم يلعب فيه اليوم فريق بيمثل لبنان. جايال وصبايا لبنان وجوانا هلو طارق هون موجود كلنا هون موجود ليكم الله صبر ليكم انا بلاهم شو بعمل ليكم شو بعمل انا بهالدانس هي كل عم يتابعونا عبر شاشة الام تي في الفريقين اللي عم يلعبوا اليوم بيروت 41 40 فريق الاتحاد السكندري. اذا بتسمعوا هيك مرق كلمه من قلبي للشعب المصري وللمصريين الموجودين بلبنان بمصر وبكل العالم كمان وبارك لهم بال 45 عام على نصر اكتوبر. هيدا النصر يلي بسموه طعم النصر ممزوج بالحريه فمبروك وهنيئا لمصر بالعيد ال 45 على نصر اكتوبر. واللي بدي اقول لكم اياه انه ان شاء الله على طول بتعيدوا بالفرح وبالنصر وبالوطنيه يلي عودتونا عليها شعب مصر واهلنا بمصر الموجودين بشكل خاص بلبنان يلي بنحبهم كثير والرياضه المصريه اللي وصلت للعالميه. هيدا فريق الاتحاد السكندري كثير من السنين شارك بلبنان ببطولات بكل روح رياضيه وكل يعني احتراف وكل وكان ممتع وجودهم بكل البطولات واحرزوا كثير بطولات. فسلام عبر شاشة الام تي في لمصر واهل مصر والرياضة بمصر. طيب نحن وياكم كمان قبل ما نبدا المباراة والمباراة بتعرفوا على طول يلي بنسمي فيها عفوا هيدي الطريقة اللي بيكون فيها هيك تحدي وبيكون في بنقول فايت بس فايت بمعنى انه واحد از فايتنج لحتى يلعب من كل قلبه. مشان هيك باسم الكل بدي اقول ثانك يو للي عم بيساعدونا وعم بيكونوا حد ميشيل حجل بالفايت. ميشيل needs your help. Join the fight against cancer يلي بتغلب علينا الله راد بإيمان ميشيل يلي هي عم بتساعدنا أكثر ما احنا عم نساعدها. بس بدي أقول thank you وشكرا من قلبي من قلب كل الناس يلي عم بيشاركوا ميشيل حجل إن كان بالصلاة أو بالدعوات أو ماديا أو مساعدتها لتكمل هالعلاج. سلام لها شعورنا واحساسنا بيروح لعندك ميشيل ولعند كل المرضى كمان المتضايقين من مرض الكانسر او غيره. شاعرين معكم بنحس معكم ونحن بهالمباراه والرياضه بنقدم كل شيء لكم. بطوله الانديه العربيه طابي مع كروفر اب سكرين من كايل هان يلي كايل هان سجل 20 نقطه لهلا. معقول شو هاللعب الحلو شوطه حلوه من علي حيدر ما بيسجل ريباوند لا مصر ميدو 41-40 جالوي اب سكرين من كمال لبرا اوبراين والخطا على كرم مشرف. باتريك سيرا منه راضي على الفاول لصالح لعب رقم 13 احمد الصفار من الاتحاد السكندري 41-40. هذا بداية الكوارتر الثالث من المباراة. ميدو ديفنس من فريق بيروت اللي عم يلعب جود ديفنس فيري نايس
بشرف بيحاول يقطعها، ميدو بيكمل على السله بيعمل اللوب لفوق ما بيسجل، تاني تشانس بيخنقها فريق الاتحاد اسكندر، اوبراين لو بوست عم سجل عم بسكر عليه بالديفنس، هان اوبراين جود شوت ما بيجيبها وما بيحسب شيء الحكم. بترجع لجالوي بيحاول على 3 بوينتس وبيسجل 3 بوينتس، ثلاثة تشانسز اخذوهم على حساب بيروت في منهم ما بيحسبها الحكم، فاول لصالح بيروت والنتيجه 43-41. بيتقدموا بهالوقت الاتحاد السكندري على نادي بيروت. مارتينيز نمبر 1 اب سكرين من كايل هانت بيعطي باس جود وان نايس لكايل هانت ديانا اوبراين كايل كمان على 3 بوينتس واير بول حلوه من مشرف يلي بيجيب الريباوند. طابي بالاوت كروفر لعب الاجنبي مع بيروت بيعمل له سكرين كثير قوي علي حيدر كروفر على 2 بوينتس يس 43 تعادل الفريقين الاتحاد السكندري وبيروت من لبنان بطولة الأندية العربية حصريا على ام تي في. جالوي بجرب يفوت لعب رقم 13 احمد صباغ والحكم بيحسب فاول. خلينا نشوف كم فاول صار كروفورد. الحكم بيحسب فاول على كروفورد نمبر 3 اللي بيلعب مع بيروت على صباغ، 2 فاول على كروفورد. الجمهور اللي موجود بملعب بلدية الشياح صباغ بيسجل أول وحدة على الفري ثرو 44-43. كروفورد عم يحكي مع الحكم عم بيشارع على الفاول اللي حسبها الحكم عليه. فرصة ليتقدم الاتحاد السكندري وصباغ 3-2 ريباوند. ريباوند لكايل هام مترين و10 سنتيمتر بيلعب مع نادي بيروت. مارتينيز يعطي لمشرف لكروفورد اب سكرين بيحاول يعمل له علي حيدر كروفورد بياخذها على 3 بوينت اوبراين ريباوند بيروق طابي بهالدقيقة. كان في ناس نازلين على الفاست بريك لاعبين نازلين على الفاست بريك من الاتحاد السكندري. صباغ بعيد كثير نمبر 6 كثير بعيدة عن 3 بوينتس نمبر 6 هيثم كمال لاعب منتخب مصر والاتحاد السكندري. كايل هانت فيري نايس باس يس والنتيجة 47-45. هيدي التمريرة كثير حلوة من كروفورد لكايل هانت فيري نايس ذكية كثير. جالوي بيحاول يغرق كمان تمريرة و جول تندينج لصالح لاعب رقم 13 عم شوفه قدامنا صباغ. والجول تندينج صحيحة شوفوها على الإعادة هيدي بتنحسب سلة. سلة لصالح اتحاد اسكندري 49-45 أربع نقط الفرق لصالح مصر على نادي بيروت بطولة الأندية العربية يلي عم تلعب ببيروت آخر مرة لعبت عام 2009 بالنادي الرياضي و ربح بطل الأندية العربية نادي الرياضي اللي كثير بنعتز بهالنادي العريق خمس مرات بطل الأندية العربية. الحكمة اللبنانية كمان مرتين الهومنتمن ربح مرة كسبهم كلهم سوا ثمان مرات بطولة الأندية العربية للبنان. هيك بنفكر كلنا لبنان. حلوة كثير بتنحسب يس 2 بوينتس لعلي حيدر جود جوب ماي علي حيدر كمان رامن جالوي احمد صباغ كمان بجرب ياخذها على 3 بوينتس بفوت بنتريشن كثير حلوه منه. اوبراين بحاول ياخذها كمان نمبر 6 ما بيسجل حلو هانت بخلصها. لازم نساعد شوي بالريباوند لكايل هانت تحت السله لازم يتساعد شوي عم يلعب كثير منيح بدنا ريباوند. شو هالباص الحلو هان وان بوم 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 حلوه التمريره اللوب راحت لعلي حيدر اللي بيسجل
1 ماي مان. شوف هالطابة هيك فاول ونقطتين لعلي حيدر اللي بيسجل 49-49. تعادل بيرجع فريق لبناني. بيروت بفوت بجو المباراة. كنا متقدمين اول شيء، رجع اتحاد اسكندري لعب كثير منيح، تقدموا هلا نقطة. كيف نتقدم بنقطة 49. الحكم تعادل 49-49. هيدا فريقكم بيروت على البنش. علي احمد اللي رجع فات 42، قلت لكم لعب بالكولج بامريكا. كمان بعيد كثير بياخذها نمبر 6. زمطنا ريبان. شفتوا الشانس اللي عم ياخذوه، لازم البوكس اوت، يعني البوكس اوت يحطوا اللعيبه برات الزون اللي قريب على السله. هيدا الشغل اللي بينعمل بالباسكتبول، ينعمل بوكس اوت من كل الموجودين فريق بيروت لحتى يساعدوا كايل هام ويساعدوا كمان علي حيدر. طابي بلاوت لصالح بيروت والنتيجه 49-49. مباراه حلوه كثير بين لبنان ومصر. مصر يلي عم يلعب بطوله الانديه العربيه. تو غنيت اخ يا راسي، اي اخ يا راسي انا وياه ليك تيحوا شوف دو هذا عمر ابو الخير بيوجعوا راسه والبارو كمان. انا هلا بس شوية فرق هيك بالنقل برتاح شوي. لا بلحلح 3 بوينت اير بول و الطابه كان شاطر من بعيد علي حيدر. اير بول بتروح الطابه لصالح اتحاد اسكندري 49-49. نمبر 12 بيحضر حاله ليفوت رالف عقل من بيروت محل كرم مشرف. ميدو نمبر 9 لاعب منتخب مصر احمد صباغ. علي احمد وصل كثير حلوه. شو هالموف الحلو من علي احمد. قلت لكم لعب بامريكا، لعب بالصين، بكندا، لعب منتخب مصر. لاعب ممتاز علي احمد ممتاز. مارتينيز كروفورد، شو حلوه كروفورد، شو هاللاعب. مارتينيز بياخذها على 2 بوينتس. كمان مارتينيز، كمان ماي مان، يس دو ات. اتس اباوت تايم. حلوة اباوت تايم، حلوة صار الوقت، حلوة. اتس اباوت تايم، كمان جايز. 51-51. احمد صباغ يعطيها لعلي احمد، بشوط على 2 بوينتس ما بيسجل. كروفورد حلوة بكمل فيها all the way، بيروح على السلة. كروفورد بيخدها على 2 points. Yes my man، شو حلوة من الفريق اللبناني. بيروت is on fire. ولع 53 لبيروت 51 للاتحاد اسكندري. كمال للصباغ، اتحاد اسكندري مع الطابة. كمال بحاول يجرب يخدها على 3 points، كان حطها من شوي عم يلعب مع قوي نمبر 4. هيدي التيرن اوفر كادو للفريق اللبناني، قولوا كلكم ميرسي ميرسي. بعطيك سامي اللي عم يعطيهم اشاره عن خطه بيعملوها. كايل عم يلعب 1 تو 1 وشو على السله. فظيع اللعيب، فظيع اللاعب اللي عم يلعب بوجه اللاعب الثاني. كمان صعبه مش على طول يقدر يلعب فيس تو فيس، وكمان بيلعب ظهره له بيعمل الموف. لاعب كثير مهم اجنبي موجود مع فريق نادي بيروت. شوشة رقم 8 بفوت محل 13 صباغ، وشوشة هو كمان لاعب منتخب مصر نمبر 8. عقل مع بيروت يعطي لمارتينيز، عم ياخذ على اللو بوست تحت علي حيدر. عقل بجرب يغرق، عقل بياخذها على الدوبويس. فيري نايس شوت، حلوه للعقل يلي بيولع الملعب الموجودين في ملعب بلدية الشياح ببطولة الأندية العربية. جالوي نمبر 55، جود ديفنس من عال. اوه شو هالبنتريشن وشو هاللعب القوي والجسم قوي كثير. عم شوفوا نمبر 42 علي احمد لاعب منتخب مصر. أوبراين بفوت محل اللاعب رقم 6 اللي بيطلع. هلا عم شوفه هيثم كمال
شوفوا بيخدع بياخد فاول اند 1 55-53. علي عنده فرصه لينزل فرق للاتحاد السكندري. مباراه كثير حماسيه، مباراه نار حاميه عبر الان تي في، مباراه عم تلعب بطوله الانديه العربيه. هيدا علي 6 بوينتس 4 ريباوند 1 اسيست. ترجع الطابه، شفتوا اللي عم نحكي فيه؟ صار في مثل رول تقريبا شي 7 سكند تشانس بياخذوهم. فرصه ثانيه فريق الاتحاد السكندري. هيدي ووكينج حكم، مش مبينه كثير. أوبراين بخدها والريباوند حلو كثير لكروفورد، فيري نايس. كروفورد عم يجيب ريباوند، عم بيعطي تمريرات اسيست، عم يلعب خالي هذا الجو مع الكل، خالي 3 بوينتس، استعانة قصيرة. علي وبلوك شوت. علي حيدر بيكمل فيها على السلة. حلوة علي حيدر. يس يس، والحيدر ولع، والحيدر شرب. بسمعكم شي ناس، سمعتوها هذيك المرة الحيدر عم يقول شرب، مش موجودة عنده. بصير هيك يعني تحت المايك كأنه. ايه لا أنا بقولها عنك، هي أنت العاب باسكت عني وأنا بقول أنا اترك علي. ضايق البلوك شوت، مش معقول كروفورد شو عم يلعبوا له كثير. شفتوا شو هاللاعب الفظيع علي حيدر. 8 بوينت 3 ريباوند 3 ريباوند 2 اسيست. هذا الكوارتر الثالث، عم تشوفوا الوقت قدامكم، انتم شوفوا الوقت وانا بشوف اللعب وانا هلا بيعمل جود ديفنس على نمبر 8 اللي هو نمبر 9 عفوا ميدو. شو شمعوا الطابه، شو هالديفنس الحلو من العال. بغض على فريق موس بعيد كثير، والبلوك شوت. فريق المصري منه راضي ابدا. نشوف الحكم شو صار. 24 سكندز كانت خلصت، الطابه بتروح لصالح الفريق اللبناني، ونتيجه 57 لبنان 53 53 مصر. 31 ثانيه لنهايه الكوارتر الثالث من المباراه. عمرو ابو الخير معصب وانه راضي على الحكم. عمرو ابو الخير هو مدرب الاتحاد السكندري وافضل الموزعين بتاريخ مصر. لعبوا 1 او اذا بدكم بوينت جارد، لاعب ممتاز مع مصر كان ولا صار مدرب الاتحاد السكندري. ثابت يعطي كروفورد سكرين من مارتينيز، يعطي برجع لمارتينيز. عقل بيخدع على 3 بوينتس قصيره، بيني من هون قصيره من هون هون. شايفها شوشا ووكينج عمل، شوشا عمل ووكينج كمان، قضيها بايده رجع كملها وطش فيها ما. فاول بحسب على علي حيدر. خلينا نشوف علي حيدر قديش صار. نمبر 11 نمبر 11 اذا قلنا يا تومي ملا انت. ثاني فاول على علي حيدر، فاول نمبر 2 على علي حيدر. 57 بيروت 53 53 اتحاد اسكندري. مباراة نحن بالكوارتر الثالث، باقي ثانية بيلقطها يعني تيان لابال شو تضرب. طب ما لا شو لا شو لا شو ما لها طعمة يعني، ما عم يعني هي بتزعي. هيدي ما كانت جود ديفنس يعني، فات اوبراين لجوا بينعمل ديفنس بيخلوا اللاعبين كلهم برا، واخذ فاول كمان يعني عنده اثنين فري ثرو ليشوطوا. خلص الكوارتر التالي وفاول زيادة علينا كلناها. ايه لا ثلاث اتلات يعني ايه. شوفوها ها ها شفتوا هيدا ثابت، ما كان لازم تتركه انه يفوتك، ضلك عينك عليه مش بس على جارتنا. براين بينزل الفرق 54 57 54 لصالح بيروت. ممكن يحطها هيدي بصير 55 57 55 نقطتين لصالح بيروت، نادي بيروت. كوارتر الثالث بانتظار الكوارتر الرابع بعد هالحماس والمباراة الرائعة. رجعنا احنا وياكم الكوارتر الرابع مع الجمهور اللي عم يحضر موجودين بملعب بلدية الشيح ببيروت بقلب بيروت. نحن وياكم from the heart of بيروت سيتي، عم تابع نحن وياكم عم شاشة الام تي في مباراة وبطولة الاندية العربية. عم شوف فريق قدامنا، الفريق العريق من مصر الاتحاد السكندري
بطل الأندية العربية 5 مرات ومن أفضل الأندية الأفريقية كمان. عم بيلعب اليوم ضد فريق بيروت، نحن بالكورت الرابع والأخير هلأ على الأعصاب آخر 10 دقائق من المباراة، لأنه نقطتين لصالح بيروت على الاتحاد السكندري. عم بيلعب كثير منيح فريق بيروت، الاتحاد السكندري كمان ضل حاضرين. فريق الاتحاد السكندري مكتمل من اللاعبين يلي عم بيلعبوا تحت فوق، اللاعبين يلي البوزيشن 4-5 يعني سنترز يلي بنعتبرهم طوال، بوينت جارد، لاعبين مصريين بمنتخب مصر، كمان الفريق اللبناني. أوبراين والديفنس من علي حيدر، ميدو، جالوي، جود ديفنس من نادي بيروت. 3 بوينتس للنمبر 8 اللي هو شوشة، شوطة حلوة كثير من شوشة 3 بوينتس اللي كانت هيك اوبن شوت بعيدة، يا رب يدخلك يا رب يدخلك. خلص خلص صاروا عقل مارتينيز، كروفورد بخدعه 3 بوينتس كمان كروفورد، ديانا ريباند لاوبراين، وسله حلوه كثير من 55 رامان جالوي اللي بتعرفوا لعب مع نادي الرياضي. ولقلكم بس هيك للمعلومات 0 from 11 0 out of 11 من نادي بيروت بال 3 بوينتس، عم تتصوروا 0 من 11. الحكم ما بيحسبها جول تاندينج. أوبراين بجيب عال. اوف هيك شوي عم ارتاح. فوتي وكانت مهمة كثير هالدخلة للاتحاد السكندري، بالفعل لعبوا منيح. عمر ابو الخير خوت مدري شو صار له. حتى علي حيدر كمان ماي مان كمان 60-57 الاتحاد السكندري. شو شلاميدو اب سكرين من أوبراين. أوبراين تحت السلة، لاعب نادي الحكمة سابقا، عم بسكر عليه علي حيدر. باس لعلي، علي احمد لاعب الكولج بامريكا. والخطا الحكم بيحسب فاول على شارل ثابت اللي عم نشوفه نمبر 9 من بيروت. يعني وقف جالس، طلعوا شارل ثابت، طلعوا شارل ثابت، جالس 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 ماشي ما قرب صوبه. حكم شايفه فاول، اول وحده ما بيسجلها علي احمد. 6 نقط 6 ريباوند اسيست، لاعب كثير مهم ممتاز، لاعب منتخب مصر ولاعب كمان دوليا بعده دول بامريكا كندا والصين. علي احمد بيسجل وحده من 2، النتيجه 4 نقط فرق للاتحاد السكندري على فريق بيروت يلي كنا افضل متقدمين. مهم هلا هيك سله وحده لحتى تفتح هيدا الكوارتر الرابع والاخير، مهم كثير. عال بفوت مع سكرين، بجرب على 3 بوينتس، ما في لا تندهي ما في حدا على 3 بوينتس، نحن 0-0 من 12. تخيلوا كنا حاطين يعني ما بعرف قديش 3 منهم، خي 2 يا خي وحده مكفينا والله، بس ماشي. كروفورد بفوت على السلة حلوة من كروفورد اللي بيطلع لقيته بفاول، وكروفورد هون بين طارق جوانا وجايل، روعة. 61-59 نقطتين لصار الاتحاد السكندري. مصر على نادي بيروت لبنان. ميدو ديفنس منيح من عال، علي علي لا كانت انقطعت. باس حلو كثير من علي احمد لاوبراين، فيري نايس، ذكية من 2. هيدي الإعادة بدنا نشوف، باس كثير حلو، اسيست من 2 عم يلعبوا تحت السلة، سمارت موف دانك بتسجل لاوبراين. 63-59
عودة نحن وياكم عبر شاشة الام تي في ببطولة الأندية العربية. عادل الكرم عم تشوفوا موجود عم يشجع بيروت وبشجع لبنان. عادل اللي حاضر وموجود بكل شيء، كان كوميدي أو برامج أو أفلام، كل شيء خاصه بلبنان وبيرفع اسم لبنان وبالرياضة كمان موجود. متابعين نحن وياكم، فإذا الاتحاد السكندري اللي فات بنفس غير نفس فريق بيروت، نفس مش عم بحكي بس عن التعب، نفس اللي هو نفسيا يعني واحد بيكون عنده لآخر كوارتر بيترك هيك القوة اللي بيفوت فيها بباور. فاتوا كثير منيح فريق الاتحاد السكندري، لازم فريق اللبناني يرجع هيك يفوت بالجو باخر كوارتر، مش ضروري يكون شباب على 3 بوينت، 3 بوينت مش موفقين اليوم، بس عم نلعب منيح مبدئيا، يعني لعبنا منيح بثلاث كوارترز، يعني من دون ما نحسب انه ما حطينا 3 بوينت، بس اللعب من جوا ديفنس عم نستقتل على طابات كثيره. مارتينيز عم شوفه قدامنا، اربع نقاط فرق للاتحاد السكندري على نادي بيروت بهال المجموعه يلي موجودين فيها. خطا على اللعب رقم خمسه، بوسيشن من فوق بوسيشن مع فريق نادي بيروت. اربع نقط فرق لصالح اتحاد اسكندري مصر على نادي بيروت لبنان. كروفورد بيندر سكرين من شارل تيبن، بحاول يشوطها علي حيدر ما بيسجلها. جالوي بيعطيها اوبراين، شوشه اوبراين يلي بيعمل له علي اب سكرين اوبراين، وكمان تمريره كثير حلو عم بيلعبوا اثنيناتهم. اوبراين عم بيلعبوا كثير منيح هو وعلي، تفاهم والفريق متجانس كثير فريق الاتحاد السكندري. كروفورد بياخذها على 2 بوينتس، حطها كمان وي نيد ات، تسلي لحتى هيك ترجع تفتح، يحسوا اللعيبه انهم مرتاحين نفسيا نادي بيروت. اوبراين بحاول ياخذها، ديفنس كثير منيح من علي حيدر. ميدو البلوك شوت من علي حيدر فيري جود، اوبراين بيردها لميدو. اوه على 3 بوينتس نمبر 8، شوشه باخر ثانيه من 24 سكندز، 66 59. مارتينيز للفهد، علي حيدر يس، حلوه للحيدر مع وان شوت اند وان. يلا 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 كمان وي نيد ات حيدر، يلا وقتك، هلا وقتك. كايل هانت رجع يفوت على المباراة، كايل هانت 22 يلي عليه 3 فاول، كان ريحه باتريك بس هلا عم يفوتوا بين 5 دقائق و 37 ثانية. 10 نقط للحيدر، 3 ريباوند 2 اسيست، بحطها 3 نقط لحطه 66 62، 4 نقط الفرق. منيحة منيحة للبنان، ايه كويسة، ايه ما بها شيء ابدا، ما بها شيء ابدا. كمان كمان هيدي، هي 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 اذا بتنجاب، هي هي كثير هينين هول، ولا كثير هينين هول كثير. عال هانت اللي بجرب يعمل اب سكرين، روني فهد للحيدر، كروفورد على 3 بوينتس، حلوه 3 بوينتس لكراوفورد. عم بيطلع عمرو ابو الخير يلي عصب على اللعيبه، ما قدروا يعملوا ديفنس مضبوط. 65 68، 3 نقط لصالح مصر على لبنان. شوشه بيعطي علي، علي هو البوزيشن فور عم بيلعب فوق، علي بيعمل موف على هانت ما بيسجل، هانت ريباوند فيري نايس ريباوند، كمان عقل كمان شاومي. كراوفورد بياخذها على 3 بوينتس، يا يا هاي لو حطها هاي شو حلو 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 لفريق بيروت يلي بينزل الفرق لنقطة واحدة. تايم اوت اتحاد اسكندري.
عودة نحن وياكم للمباراة اللي عم تلعب حلوة كثير وحماسية، طلعوا بالنتيجة قدامكم 67 لبنان 68 مصر، عم نحكي عن نادي بيروت ونادي الاتحاد السكندري. والبوسيشن من برا عم يعملوا بريس فريق نادي بيروت، فيري نايس ديفنس جود، روني فان عم يعمل ديفنس على جالوي اللي بيعطيها لعلي لجالوي والديفنس روني كمان 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 كمان. هي 4 دقائق 15 ثانية لنهاية المباراة، نقطة واحدة لصالح مصر. شو المباراة الحماسية والكل عم يشجع عم يحضر هلا مع لبنان. نمبر 6 بياخذها لحاله على التريب. طب واي يا خيي واي ليش يا خيي؟ طب في حدا يقول لي طيب ليش هيك؟ روني فهد بجرب يرد على تريب بوي. روني فهد از اون فاير. لحظة لنشوف الحكم شو غير تهيأ له شيء. الفهد لا لا اوه هيدي الفهد. شوفوا 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 هون شوفوا هون شوفوا هون شوفوا وبياخذ فاول. روني فهد مشرط مع لبنان. يس ريمان يس طلع فيها بحكي طلع فيه هون. ايه روني ايه روني ايه حطها لك ايه حطها لك ايه حطها لك حطها. شو بتلعب شو بتلعب. ويلا الفريق بيروت نار نار هلا نار بارود ونار. لدو 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 كمان ديفنس ديفنس 71 71 3 دقايق 42 ثانية. كلكم عم تحضروا قربوا 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 يا عشان مجرد غلفوا هيك كنبياتكم وعدادكم. قربوا شجعوا الفريق اللبناني اللي عم بيلعب وريباوند لهان كايل هان جراي ريباوند من هان يعطي كروفورد كروفورد اللي بيروقها بيهدي عم بفتش على بيك اند رول بفوت فيها كروفورد. يس ماي مان شو عم تعمل يا كروفورد. ايه ماي مان ايه زل زل كمان ديفنس 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 جود جود. تنظر على الاتحاد السكندري 73 71 كايل هام بيهديها كايل هام بخبره كثير كبيره وكروفورد بكمل فيها على السله. يا بولو شو حلو قعود المرلوي وات ا نايس بلاي. ما حدا مثل نادي بيروت عم يلعب هلا ما حدا نوبادي نوبادي. ريباوند ترجع لميدو مع شوشا كمان نادي بيروت كمان. حكم بيحسب فاول حكم بيحسب فاول على اللاعب رقم 12 رالف عقل. بيروت 75 71 شو هالكمباك الحلو لكن بارود لك شو هالكمباك الحلو لبيروت. فيري نايس فيري نايس سو براود اوف يو. كل عم يحضروا عم شوفوا هلا على ال ام تي في عم يحضروا هالمباراة. هذا الخطا على رالف عائل كل عم شوفوا المباراة ما بتهزوا هلا بتقولوا لي رح تسهروا ما تسهروا هلا على ام تي في هلا عم تحضروا هلا بطولة الأندية العربية هلا فريقكم بيروت موجود قبل بدقيقتين 16 ثانية. ايه بحاجة لكم لكل واحد منكم لحتى يشجع الفريق وشوفوا كايل هان بوم 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 أربعة بومات في كثير بعد خبيهم صار سنين مش مع كيفهم ولو الوقت قدامكم. اربع نقط لصالح لبنان على مصر بطولة الاندية العربية. ما تتركوا هيك ما تتركوا هيك قرب شوي عليه عم هيدا مصر مشوط من هونيك من المطرح عم يطلع يشوف. هي ديبر لكروفر فيري نايس بهالوقت عم يطلب عمرو ابو الخير مدرب اتحاد اسكندري تايم اوت. يعني بعد شوي رح تسمعوا الحكم عم بوقف للتايم اوت للفريق المصري. كروفورد فتش روني فهد فهد اللي بياخذ الخطا على لاعب رقم 9 نمبر 9 ميدو. روني فهد عنده رميتين على الفريق. شوفوا هذا الفاول من ميدو على الفهد. كايل من فريق اللبناني
بيروت اللي مسجل هلا 24 بوينت 24 نقطة لكايل هام. روعة من الروعة. ايه مش واحدة من كل. روني فهد عنده رميتين على الفري ثرو، فرصة انه نعلي النتيجة للسير 77. هذا الفهد حلوة حلوة فهد 76-71 76-71. مباراة لعبة اللعب بيروت، عم شوفوا نادي بيروت بطولة الأندية العربية ضد مصر، نادي الاتحاد السكندري. ثاني وحدة فري ثرو، شوطة حلوة كثير بتغزل وبتفوت. كل شباب ستاتستكس ثانك يو لكل هالتيم اللي موجود، لكل العالم اللي حاضرة مع الام تي في بهالتيم لحتى ننقل بطولة الأندية العربية. تايم اوت لمصر. ثانية من المباراة بين بيروت، نادي بيروت ونادي الاتحاد السكندري عم تشوفوا قدامنا من مصر. بدي اذكركم بكره انه الساعة 6:30 على الوان تي في رح يكون سلم المغرب ضد كولندا من فلسطين، والساعة 9:45 على الام تي في رح يكون انا وياكم كمان لايف. بيروت عم يلعب ضد النصر من السعودية، كمان مباراة حلوة كثير لنادي بيروت عم يلعبها بكره. اخر دقيقة روبرو شوشة وكروفورد اللي عم يعمل جود ديفنس. قطع فاول، بيحسب الحكم فاول على اللاعب رقم 11 بطل جبل من لبنان نمبر 11 علي حيدر. هيدي عم شوفها وبيحسبها فاول لصالح اوبراين. اوبراين عم يلعب بالاتحاد السكندري، انتم بتعرفوه قبل مع نادي الحكمه، قبل بوسيشن برا مع مصر. كمال يعطي اوبراين، اوبراين لاعب ممتاز. كمال جالوي تفتش عليه، شوشه بيعطي زمط رجعت. طيب ليش يا شباب ليش؟ طيب ترجع ل خلينا نشوف الحكم شو حكم كيف معي هون. انا المسؤول يا خيي، مسؤول 24 ساعه خيي. بوسيشن للاتحاد السكندري، الطابه من برا. رجعت ضربها هون، عطاها رجعت، حسبها الحكم لصالح مصر. 77-71 دقيقة و 19 ثانية، مهمة كثير المباراة لبيروت، مهمة للبنان، مهمة لبطولة الأندية العربية يلي عم تلعب على أرض لبنان مباشرة عبر الام تي في. حصريا عم شوف أبطال من لبنان عم يلعبوا هالبطولة يلي عم يمثلوها نادي بيروت ونادي الهومنتمن. هومنتمن حامل لقب بطل الأندية العربية وبطل لبنان كمان، فريق رائع وفريق كمان مهم. عنده مباراة الساعة 4 رح تكون على الام تي في نهار الأحد، كل العالم مدعوين يجوا من لبنان لحتى يشجعوا الهومنتمن. شوشة وبراين طابي، انت شفت كيف جمدت انا ايه طابي بتعزم لصالح لبنان. 1 minute 4 seconds left left ايه طابي مع فريق بيروت. عم نرجع نشوفها والحكم بيحسبها لصالح فريق بيروت. كروفورد الوقت قدامكم عم تشوفوه، الوقت رح يصير اقل من دقيقة لنهاية المباراة، والفريق اللبناني بتقدم بفرق
ست نقط على فريق كروفورد يلي بيكمل فيها كروفورد. اوه الحكم بيحسب ان سبورتسمان لايك فاول، خطا يعني منو رياضي محسوب يعني. عمرو ابو الخير عم بيعصب على الحكم يلي عم بيشيروا كيف حسب ان سبورتسمان لايك فاول، لانه كان فاول خطا متعمد، خطا لصالح بيروت يلي راح يكون عندهم على الفري ثرو. باتريك سيرما مدرب كثير مهم مع الفريق يلي خلق هالتنظيم له، خلق هالتمرين والتدريب والخطط وال كيف حضنهم وموجود حدهم. باتريك سيرما للفريق اللبناني نادي بيروت. عم نشوف قدامنا فايت وذ ميشيل للكانسر لحتى الله راد نقضي عليه مع ميشيل ودعمكم وايماننا وايمانكم. كروفورد يلي بيسجل وهيدا عن سبورتسمان من لايك فاول. ليك شفتوا هيدا اشي بالفوتبول صايره لحظه معلش يعني. تفضل ها تفضل تفضل. كروفورد بيسجل ثاني 78-71. لبنان الفريق يلي عم تشجعوه بسجل برا لصالح بيروت للعال. العال عم بيسكر عليه احمد صباغ. احمد صباغ يلي عم بيقول انه ما عمل شيء، ما عمل فاول. الحكم بيحسبها لصالح مصر. خطا لصالح اتحاد اسكندري. شوشا جالوي يلي بيخطأ. جالوي تعرفوا لعب قبل مع النادي الرياضي. وجود ديفنس العال حلو. كروفورد ايزي كروفورد كمان وقت الدنكون اللي عم تشوفوه. كروفورد بجرب مشيها 17 ثانية 16 لا حتى تخلص 24 سكندز الوقت للدنكون لنهاية المباراة. 28 ثانية 79-71 لصالح لبنان على مصر. كروفورد بيكمل على السلة اول ذا واي ما بيسجل. طب الحكم بيحسبها بالاوت لصالح مصر. ميدو بفوت بهالوقت تشانج تبديل وبيطلب تايم اوت مدرب الفريق المصري عمرو ابو الخير مع كل الشباب اللي موجودين معه. عماد محمود بيبو احمد عبد الوهاب خالد عبد الفتاح احمد بسوني ومحمد كمال. فريق كمان مكتمل من برا تدريب من الخارج لكل هالفريق اللي موجودين. لام تي في لحتى تابع احنا وياكم مباراة حلوة كثير عم تلعب بين بيروت نادي بيروت ونادي الاتحاد السكندري. لعبوا اثنيناتهم بشكل كثير حلو. نادي بيروت الاتحاد السكندري كان بلش الكوارتر الرابع فات بجو المباراة لعبوا كثير منيح رجع كمل. نادي بيروت فات بخبرة كمان ولعب كثير حلو. العال بيعطي باس لورا مقطوعة من الفريق المصري. 9 ثواني والمباراة حتنتهي لصالح بيروت وفوز بيروت على الاتحاد السكندري. وكروفورد بخدها على 3 بوينتس بعيدة. مبروك لبيروت مبروك للبنان ضد الاتحاد السكندري ببطولة الأندية العربية
دربين باتريك سيفا وعمر ابو الخير بيسلموا على بعض. مبروك لألكم لبنان، للمشاهدين يلي تبعتوا يلي شجعتوا يلي كنتوا حد لبنان وبتكونوا على طول موجودين على الموعد وبتكونوا عم شاشة الام تي في عم تتابعوا هالمباراه الرائعه. بدي اذكركم بكره الساعه 6:30 على الوان تي في رح تكون مباراه بين سلم المغرب وكلانديا من فلسطين، وتسعة لثلث المساء رح كون انا وياكم كمان مولعين مع لبناني اللي رح يلعب ضد فريق النصر السعودي مباشره على الام تي في، بطوله الانديه العربيه ال 31 اللي عم تنلعب بقلب بيروت وعلى ارض لبنان. كايا الكوري اللي رح تكون معنا على طول بالانترفيوز اللي عم تكون مع اللاعبين، رح تكون في كروفورد ومارتينيز. كايل أطوى كريس، congratulations first of all. How happy are you to be back with Beirut Club? And do you think you guys have the chemistry needed to win the championship? Yeah, we definitely have the pieces to win the championship. I like what we did today. It's a big win for us, and you know, we're gonna hopefully come try to do the same thing tomorrow. What do you think about your new teammates? I love my new teammates, Ali Haider, Charles Tabbitt, Ralph, everyone, Karam, everyone who comes to the team. That's a big contribution to us, and I love it. Thank you and best of luck. Yalla Lebanon. كوتش ألف مبروك، بعرف إنه بعدك معصب. بدنا نعرف إنه ليه وصلتوا لآخر كورتر وكان بعد ما في ولا ثلاثية مسجلين. يعني ما إنه مكفي على حدا، يعني نحن ما كثير بعدنا مرنين سوا. يعني ذكرت هيك مرة نحن والهومنتمن، يعني كايل جديد، أربع خمس لعيبة جديد، هيدي مش عذر، أكيد سليتنا وملعبنا بس توفيقها. يعني الحمد لله روني اخذ بيك 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 3 وكريس كمان بوقتهم، يعني ان شاء الله جيم بعد جيم يعني هدي بتصير اسهل عنا ومصير نتوفق اكثر من برا، لانه الحمد لله من جوا كثير منيح. ثانك يو كوتش، جود لك. ثانك يو ثانك يو. ميغو الف مبروك. ثانك يو ثانك يو. خبرنا كيف شايف تركيبه الفريق الجديده هيدا السنه؟ اذا بتلاحظي باول جيم كانت تبليشه بطيئه، يعني اول مره بنلعب مع بعض. اليوم قررنا نبلش منيح لانه ضد مصاروي ما فينا نبلش تبليشه البطيئه اللي صارت باول جيم. كنا كثير منيح على الديفنس، جالوي وقفناه بثاني هاف حط خمس نقاط، توتال 12 بوينتس، الافرج تبعه 25 تقريبا، سو ركزنا على الديفنس 71 حاطين ويتش از جريت لان نحن ديفنسيف تيم، والاوفنس كان ماشي اليوم، سو على كل بعضها كان ات واز جود جيم لنا يعني. مبروك. ثانك يو ثانك يو. بنرجع لعندك توني. ثانك يو جايل، ميرسي لك على كل المعلومات. علي حيدر كيفك؟ منيح؟ كيف الشعرات هيك اللي عم تنفضهم كل شوي؟ ايه لا منيح، هلا حلوين. انا هيك بضل من البيت يعني، بس عم تفل هيك عم بشوفك، خلي حدا يشوفك هيك. علي حيدر، انا عبول على طول هيدا الجبل اللي موجود حاضر، حضورك على الملعب، البدايه كانت بطيئه بالنسبه لك، بعد شوي رجعت فت بجو المباراه، اخذت على اللو بوست ديفنس، رجعت فت بعدين بالمباراه، صرت مع الفريق اكثر. كيف رضاك اليوم على الفريق؟ اليوم اتحاد اسكندري فريق كمان مكتمل، فريق رائع، موجودين كلهم سوا وحاضرين، مبروك لك، اعطينا رايك بالمباراه. حبيبي ثانك يو. اول شيء ثاني شيء، اول شيء اول ما بلشنا الجيم كان كايل هانت ماشي وما كان ما عم بيقلي كل الجيم، كنا عم نعطيه هو على البوست وعم نحاول نلعب اوف فهم يعني، وكمان فات كريس كوفيد كمان عمل شغله كثير منيح ولعب كثير منيح، فلما كل واحد ماشي بدنا نضلنا هو يحملنا، عرفت شو قصدي؟ وبس هن خففوا شوي، انا اجى دوري لحط كم سله لنبقى بجو الجيم، بعدين فات روني فهد حط شوطه كثير قويه كثير منيحه، فور بوينت بلاي وحطتنا بجو الجيم، يعني كل واحد له دوره، يعني مرات انا رح ابلش اول شيء، مرات هن رح يبلش اول شيء، بس هيدا this is the part of the team يعني we have to complete each other، بس واحد يقصر الثاني بيحل محله. علي وي ار براود اوف يو، انا بقول فيك وبعرف انه انت اليوم من هالروح اللي عندك اياها موجوده من عيله موجوده هون، كانت حاضر قليل لانه الحجه كانت معك تعرفت اليوم، تعرفت الحجه، تعرفت على امك، الله يخلي لك اياها، حبيب قلبي حبيب قلبي، الاخوه يعني موجودين عيله من لبنان، وانت رياضي بنفتخر فيك بلبنان كمان. شكرا لك، برجع لك كمان عندك انترفيو، هارد لك، عملتوا جيم كثير كبير وضليتكم لاخر ثواني المباراه تعرفنا مين راح يربح، شو نقطه الضعف يلي خلتكم تخسروا اليوم الجيم؟ طبعا احنا بنلعب في ارض الفرقه وبنلعب بوسط جماهيرهم، فطبعا الجيم كان فيري تاف، بس احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، بس لسه عندنا اكتر ان شاء الله، ان شاء الله في الماتشات اللي جايه هنقدر نظهر اكتر، نصلح الاخطاء اللي عندنا، ان شاء الله نرجع تاني البطوله باذن الله. ثانك يو سو ماتش، جود لك. ثانك يو. شكرا لك.
شكرا لك جايل لاعب كمان مترين وعشرة. عادي كان عم بدي لك شغلي أكثر من مترين وعشرة أنت بكل شيء عملته وحققته للبنان حبيبي. مش بس عم نحكي بالطول عم نحكي بالأهمية وعم نحكي بكل شيء عم بتتابع فيه. حكيت على الهواء عدة مرات بالنسبة للسينما بالنسبة للرياضة بالنسبة للكوميدي بالنسبة للتمثيل لكل شيء. اليوم عم تتابع فريق نادي بيروت وعم تكون موجود معنا طبعاً. وأخذوا معنويات كمان بحضورك وبحضور كل هالجمهور. خبرنا قد ايه بتحب الباسكت وبتحب الرياضة بشكل عام. عادي أنا بالأساس يعني بس للي ما بيعرف أنا بإدارة نادي بيروت باللجنة الإدارية وأنا من المؤسسين بهذا النادي. هو بشكل عام أنا بحب الرياضة طبعا أنطون بعرف من أكيد. زمان بعرف أكيد. بتحب أول شيء بحب الفوتبول ونحن أكيد حبينا الباسكت من وراك من وراء النجوم الكبار تعودنا عليهم وربينا معهم. لعبة حلوة وما بعرف شو بدي لك. اليوم فريق نادي بيروت شفنا عادل لاعب يعني فريق اتحاد اسكندري فريق بيقولوا بمصر جامد يعني كتير طبعاً. حاضر وموجود حتى برا على البنش اللي موجودين معه. فكان بالآخر لآخر يمكن خمس دقايق كان بعضهم هني متقدمين علينا. نادي بيروت عم شوف انه فرصة يمكن انت عم شوف هيك والمشاهدين انه يربحوا بطولة الاندية العربية ونعرف انه في نادي الهومنتمن كمان على اللقب. صحيح. مآمن بهالفريق كيف عم بيصير بتاني مباراة حسيتهم فيها الكيمستري بيناتهم. أنطون شوف اليوم نادي بيروت هيدا نادي جديد من أول ما انطلق النادي هو عم بيطلع طلوع بطريقة سريعة. اليوم أنا ما تفاجأت لأنه أنا كنت عم شوفه أنه فريق حلو كتير بس انبسطت فيه حتى ما قلت فاجأت يعني ولا أقول لك أنه كنت متوقع بس أنه انبسطت فيه وفرحت فيه كتير أنه اليوم ماتش ربحنا على الاتحاد السكندري. يعني اليوم فريق عريق فريق خمس عريق مرات بطل الأندية العربية بتعرف قديش مشارك بلبنان يعني فريق عظيم. فأنا بالنسبة لي اليوم كان ماتش فينال فانتصرنا فيه والمتوش اللي رح تجي كمان بالنسبة لنا رح تكون كل ماتش هو ماتش فينال. بدي لهم يعطيهم ألف عافية للشباب وبدي لهم هارد لك للاتحاد السكندري. شكرا لك عادل. بدي لك أنا مبسوط فيك ومكيف فيك مثل كل اللبنانيين. الله يخليك يعني طلتك على ام تي في إلى رونا تاني. شكرا أنا مبسوط حبيبي. فيك أنا مبسوط فيك أكثر عادل باسمك لأنه مبسوطين فيك العالم اليوم وكل الناس اللي إجوا. بدنا ندعي الناس كمان لحتى يجوا بكرة أكيد. مباراة رح تكون على الام تي في الساعة 9 إلى 3 مباراة فريق بيروت اللي عم بيلعب عم بتكون متعبة بس هاي البطولة اللي بتكون هيك بطولة أندية عربية بيكونوا وراء بعض المباريات. أكيد بدنا ندعي كل الناس إنه يجوا على الملعب يأزروا مش بس فريق بيروت فريق الهومنتمن كمان فريق لبناني يعني نحن فرق لبنانية خلي يأزروا قد ما فيهم. شكرا لك عادل كرم. فازن بكره رح تكون المباراة مهمة بين فريق نادي بيروت ونادي النصر السعودي مثل ما عم بيقول عادل كمان الهومنتمن يلي هو حامل بطل الأندية العربية وبطل لبنان فريق كتير مهم عنده مباراة الساعة 4 بعد الظهر. ناقلينها كمان عبر الام تي في حصريا الأحد كل الناس رح يكونوا موجودين وعم نصرخ وعم نشجع ونحمس هومنتمن. شكرا لكم لأنه أنتم اللي بتلعبوا الدور الأول لحتى الفرق اللبنانية وحتى لاعبين كل لبنانيين يوصلوا ببطولة الأندية العربية العربية والآسيوية وبطولة العالم كمنتخب وكأندية عبر الام تي في. على طول نكون نحن وياكم بهالحماس بهالتشجيع. وتذكروا اللعبة مش بس على الملعب وعلى الام تي في اللعبة عندكم وببيوتكم لأن انتم عم بتشجعونا بطريقة غير مباشرة. تابعونا بكرة مباشرة رح نكون بمباراة كمان قوية كتير لنادي بيروت. شكرا لكم وطلب ألف خير.